مذبحة الوردية المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعال أيها الروح القدس وامكث معنا لنتأمل في هذه الأسرار الوردية المقدسة، وهي الفرح، النور، الحزن، المجد. السر الأول، بشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم، عماد يسوع في نهر الأردن، صلاة يسوع في بستان الزيتون، قيامة يسوع من بين الأموات. آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير. آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد الآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وأهدي إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بحاجة إلى رحمتك. السر الثاني، زيارة العذراء لنسيبتها إلى إجباع، إعجوبة عرس قانا الجليل.
جلد يسوع، صعود يسوع إلى السماء. آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد الآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وأهدي إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بحاجة إلى رحمتك. السر الثالث، ولادة يسوع في بيت لحم، إعلان ملكوت الله، تكليل يسوع بالشوك، حلول الروح القدس. آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا،
ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد الآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وأهدي إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بحاجة إلى رحمتك. السر الرابع، تقدمة يسوع في الهيكل، التجلي على جبل الطابور، حمل الصليب، انتقال العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد. آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمر بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمر بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمر بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمر بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمر بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمر بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمر بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمر بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمر بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمر بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد الآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وأهدي إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بحاجة إلى رحمتك. السر الخامس، وجدان يسوع في الهيكل، تأسيس سر القربان الأخارستية، موت يسوع على الصليب من أجل خلاصنا، تكليل مريم العذراء في السماء. آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة، لكن نجينا من الشرير، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة،
الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد الآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع، اغفر لنا خطايانا، نجينا من نار جهنم، وأهدي إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بحاجة إلى رحمتك. الختام. تحت ذيل حمايتك نلتجئ يا والدة الله القديسة، فلا تخفني عن طلباتنا في الضرورات، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر. أيتها العذراء المجيدة المباركة، تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح، آمين. صلاة لأجل العائلة. افتقت يا رب بيتنا، وابعد عنه كل فخاخ العدو والشيطان، واسكن فيه ملائكتك والقديسين، وأحل فيه نعمتك بحق ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، وبشفاعة شعلة قلب مريم الطاهر، آمين. صلاة التقدمة اليومية. يا يسوع، بواسطة قلب مريم الطاهر أقدم لك جميع صلواتي وأعمالي وأفراحي وآلامي لهذا اليوم، على جميع نيات قلبك الأقدس، متحداً بتقدم ذبيحتك الإلهية في العالم كله، تكفيراً عن خطاياي، وعلى نيات جميع أفراد عائلتي، ولا سيما لأجل نية أذكرها. صلاة لمار ميخائيل. أيها القديس ميخائيل، رئيس الملائكة السماوية، دافع عنا في صراعنا ضد الشيطان الخداع الماكر، كن ملجأنا يا رب، نتضرع إليك متوسلين، ازجره يا رب. وأنت يا أمير الجنود السماوية المجيد، بالقوة التي أوكلها إليك الرب، أعد الشيطان إلى الجحيم مع كل الأرواح الشريرة التي تطوف في العالم من أجل هلاك النفوس المؤمنين، آمين.